أصبح النجم الفرنسي كليان مبابي ضيفاً دائماً في حفل الكرة الذهبية الذي تنظمه مجلة فرانس فوتبول سنوياً في فرنسا. وحضر مبابي لحفل الكرة الذهبية 2023 للمرة السادسة على التوالي، بينما فاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في تاريخه. البعض استغرب حضور مبابي الدائم للحفل رغم علمه بعدم فوزه بالجائزة، فمنذ 2017 يظهر الفتى الفرنسي في القائمة المطولة لبالون دور، وأفضل ما حققه هو جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب عام 2018 بعدما حقق كأس العالم مع فرنسا. عدسات الكاميرا ركزت على مبابي في حفلات الكرة الذهبية، اللاعب يظهر دائماً غير سعيد بسبب ترتيبه في القائمة، وفي النسخة الأخيرة تفوق عليه غريمه الحالي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي حل ثانياً بعد ميسي. نجوم كثيرة كانت تغيب عن الحفل بعد علمها بعدم الفوز بالجائزة، فعلها ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار ومحمد صلاح، لكن مبابي يحضر دائماً. حتى العام الماضي ظهرت أخبار بشأن غيابه عن الحفل بسبب خلافات بينه وبين كريم بنزيما الذي توج بالجائزة، لكنه في النهاية حضر كالعادة.